الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي بداية قبل أن نبدأ سأعرض هذه الصورة أو صور وهي صور مهمة جدا لها علاقة بالموضوع. هذه صور إلى كل من يرى هذه سجادة حقيقية ووسط السجادة تظهر صورة امرأة. هذه ليست مصورة. هذه المرأة أثناء الصلاة تجد هذه الصورة تظهر على السجادة فتلتقطها بسرعة بهاتفها قبل أن تختفي. انظر، هذه صورة تظهر أثناء السجادة. ثم بعد ذلك انظروا، يعني هي صور كثيرة هنا بالليل، هذه أخذتها في الظلام بالليل. انظروا كيف تظهر الآن بالليل، انظروا كيف تتغير هذه الصورة. ستظهر لكم، انظروا هنا الوجه كيف أصبح الآن هنا في الصورة، وهنا كأنه يبكي. دائما الصورة للمرأة، وانظروا هنا كأنها تصرخ. هذه صور حقيقية على سجادة غير مرسومة.